موضوعنا اليوم وياكم هو كثير من العوائل العراقية يفضلون وجبة العشاء والغداء يتناولوها بالمطاعم أو الكوفيات أو المولات، يعرفون وجبات الغداء والعشاء ببيوتهم كثير من العوائل. ليش يفضلون الأكلات الغربية؟ بالعكس، ماكو أطيب من الأكلات الشرقية مثل الدولمة والبرياني والبامية. راح نشوف كثير من العوائل ايش راح يقولون، نرجع لكم بقوياي. السلام عليكم، شلون صحة؟ شو أخباركم؟ دندق راسك، ايش طول راسك؟ شلون ايش عندك؟ هلا، شلون صحتك؟ الحمد لله. احنا قناة سامرة الفضائية. عشيتي لو بعدك؟ بعدنا. بعدك، زين، ليش عايفة عشا البيت وجاي للمول تعشين؟ سؤال صريح يعني. والله دخلنا للمول نفطر وتسوقنا وجعنا. جعت. جعنا البيت ناكل اكلنا هنا. زين، شو تفضلين؟ اكل الوالده بالبيت؟ الاكل الشرقي بالبيت من يدمج؟ لو بمطعم، لو بمول، لو بكوفي؟ اكل الوالده اطيب. اكيد؟ اكيد، بس زين. اليوم يعني حاله استثنائيه. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. كم مره بالاسبوع تتغدى بمطعم او بمول او بكوفي؟ والله بالشهر مره يعني. شهر مره؟ اي احنا ما نجي دائما يعني. اطيب اكله تحبها شنو هي؟ بالمول يعني بالمطاعم؟ بالبيت. دولمه. دولمه؟ اي. زين، يعني انت مو افضل لك انه تتغدى بالبيت؟ اي طبعا، احنا بالبيت ناكل البيت. يوميا البيت ناكله، بس يعني مرات ترفع عن نفسنا نطلع برا. يعني مثلا بالاسبوع مره واحده نروح نتغدى بالمطعم. مره نتعشى هيك يعني. شكرا. تدلل. مرحبا. اهلا. شلون الصحة؟ الحمد لله. زينة؟ الحمد لله. عرفت الموضوع شنو هو؟ اي. يلا سولفي لي. هو صح اكل البيت اطيب واحسن، بس يختلف الاكل اللي ناكله بالبيت عن المطاعم، يعني احنا نجي ناكل وجبات سريعة، بينما بالبيت اكل تمن ومرقة وبرياني ودومة وهاي السوالف. من نريد ناكل اكلات سريعة وجبات بس سريعة نجي للمطاعم. تغير. بس تقدرين تقلين باذنجان سريع، طماطة سريعة؟ يصير مثل اكل المطاعم. ما يصير؟ لا ما يصير مثله. ليش ما بيها بركة؟ لا مو تختلف فيها. بعدين احنا يعني احنا احكي عن نفسي، مرة بالشهر مرة كل شهرين يلا نطلع ناكل برا، مو هواي ناكل برا. شكرا لك. اهلا وسهلا. مشاهدين الكرام، هاي الاراء الموجودة انه يقولون اكو ملل، يصير ملل عندهم يوميا، اكل بيت اكل بيت اكل بيت، يحبون يطلعون لمول او لمطعم حتى ينفهون عن نفسهم، فيحبون يكون وجبة الغداء والعشاء داخل مطعم او داخل كوفي او داخل مول. خلينا نشوف بعد من العوائل ايش راح يقولون. ابقوا ويانا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا مرحبا. شلون اكل المطاعم؟ يعني 100% تفرق عن البيت. اها، اجينا وين؟ على البيت. ليش كثير من العوائل عندهم دائما يطلعون وجبه الغداء وجبه العشاء، يحبون يقعدون بمطعم ياكلون، يعرفون اكل البيت. ليش برايك؟ اكل البيت اكثر شيء يكون روتيني. روتيني؟ اي روتيني، يعني يوميا احنا نقعد تتغدى وتتعشى فقط، هاي الوجبتين المتواجد بيها بالبيت. اكثر شيء تمن ومرق، اما مرق بانيه لحم او ما دولمه ذني ما يصير بيه تنويع، يعني مثل هذه الوجبه ما يسوونها بالبيت. راح اسالك سؤال، اكل والدتك درجه اولى احلى من هذني؟ صدق والله. بس تحب تنوع؟ اي. وتحب تصرف؟ والله اثنينهن. السلام عليكم. سلامة الله. شلون صحة؟ الله يسلمك. نفس السؤال احكي لي. اكيد هي روتين اكل البيت، واكيد من واحد يعني يطلع شويه ينفه عن نفسه، مو شرط الاكل يعني كنوعيه وهذه، بس تنفيه يعني. تدري الشاب العراقي هسه يعني ماكو لا وسائل راحة، لا وظيفة، لا كل شيء ماكو، فيطلع ينفع عن نفسه وهاي الأمور. يطلع ويا جماعة. يعني حسب رأيكم إنه القص هذا القص يعني طيب؟ والله هي بالعافية. طيب. هي الطلعة الحلوة يعني، لمة الشباب أصدقائك تطلع تنفع عن نفسك، هذا كلش كافي يعني. حتى إذا ما تاكل الاكل مو فتشي يعني، ما اكل كثير من العوائل يحبون يطلعون يغيرون جو. أكيد. روتين البيت هذه الدرجه الاولى، انه العوائل مو ما حد جوعان يطلع. اها. اي لا دي يغير جو وينفه عن نفسه وعن عائلته. تدري الشعب العراقي الله يساعده والله. شكرا حبيبي.
شكرا. شلونك؟ شو اخبارك؟ قوم وقف لي. امورك؟ قوم. ان شاء الله. قوم. اول شيء اقول لك الف عافيه. الله يعافيك. اكل زين؟ اكيد. تعشيت زين؟ اكيد. شو بعد؟ الحمد لله. يعني بيعت بيها شويه يعني بيها مجال. بس انا اشوف الموضوع احنا دائما نشوف هسه كل العوائل العراقيه موجوده. ايه. يطلعون ماكو عشاء بالبيت، مش خلينا نتعشى برا، خلينا نتغدى برا. ايه. ليش؟ ليش؟ اللي يحب دائما يحب واحد يحب يغير. اها. ايه خاصة هم العراقيين، يعني اكل البيت روتي بس ماكو اطيب من اكل البيت واكل الوالدة. اطيب اكلة تحبها؟ المشهور العراقي الدولمة. لقيتها بالمول؟ اي موجودة بس موجودة. ما ماكلها، ما ماكلها بالمول. ايه. تتوقع انه هي دولمة اللي تسويها الوالدة لو؟ لا الوالدة اسأل 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 ابراهيم على دولمة الوالدة، ماكو مثلها. شكرا لك. حبيبي حبيبي. نعم مشاهدين الكرام بعد ما استمرنا وياكم اكيد راح نشوف بعد عوائل عراقيه وش راح يقولون عن انه اللي يقولوه انه ما يحبون يتعشون بالبيت، ما يتغدون بالبيت، هذا روتين صار فيحبون ينوعون يحبون يغيرون. تعال. نعم مشاهدين الكرام بعد ما استمرنا وياكم هسه قعدنا مع عائله عراقيه حبوا يتعشون وينتظرون العشاء، طبعا العشاء بعد ساعه ساعتين يجيهم ما نعرف، بس حنسالهم شلون اشخاله؟ اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ الحمد لله وشكر. عشيتي؟ لا والله بعد. صليت ايش قد من وصل العشاء؟ هسه قبل شوي. صلي الساعة من وصل العشاء؟ هسه قبل شوي والله. قالوا لي ساعة. لا والله هسه. استويج؟ اي والله. زين ماشي. ليش كثير من العوائل يفضلون وجبات الغداء بالعشاء ومرات الريوق مو بالبيت، يطلعون برا؟ تغيير جو. اي والله. تغيير جو؟ اي. شو تفضلين اكل البيت لو المطاعم؟ لا والله البيت. ليش؟ بالنسبه لي البيت يعني البيت هوايه يعني افضل افضل. افضل؟ اي والله افضل. اطيب اكله اسويها؟ كل الاكل طيب انا اسوي. اطيب اكله يحبوها اولادك؟ كلها البرياني الدولمه الباميه الباكر. باكر ولا ما ياكلون باكر؟ هاي الباكر ما ياكلوها. ليش؟ كلهم ما ياكلوها. اي والله. يعني السمك كله يعني برايك انت رايك انه هو تغيير جو؟ تغيير جو بس لا اكثر ولا اقل. زين خلينا نشوف هسه البنات شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. زينه؟ الحمد لله. تحبين تغيرين جو؟ جيتي تعشيتي لو تفضلين اكل البيت؟ لا تغيير جو. تغيير جو؟ بس علي صوتك؟ تغيير جو. تغيير جو. يعني أفضل شيء عندك البيت ولا المطعم؟ يا أهم من واحد لازم يغير يطلع برا، خما كله بيت بيت بيت. مو كله باذنجان وهاي. إي. مو؟ إي. غير تغيير جو يعني. أها، أنت شو تقولي؟ أنا مطعم. مطعم مغسل مواعين. أنت الحجة مالتك حتى ما تغسلين مواعين، فتروحين المطعم. أوكي، هذا سبب مقنع. غسل المواعين؟ اي. شكرا لك. عفوا. مشاهدينا الكرام هذا هو سبب مقنع انه تقول تطفر من غسل المواعين وهم عندهم تغيير جو يحبون يغيرون جو يجون للمطاعم. الاسباب هوايه راح نشوفها من العوائل. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحه؟ اهلا وسهلا يا نور. هذا عشاكم؟ عشان ان شاء الله. بيتزا. بيتزا. زين. ليش كثير من العوائل وانت عائله من ضمن العوائل تمام يعني يطلعون دائما يتعشون برا، شو تتعشين بالبيت؟ اي يعني هو نتعشى برا يعني هو ما تحبين اكل البيت؟ لا بالعكس كل شيء له نكهته الخاصه يعني ويعني تعرف انا طالعين يعني نتعشى هناك برا ونفضل الموضوع وشي يعني يعني نخلص من الملل وتكرار بالبيت يعني نفس الشيء وين انت يجيك جاهز ويعني على راحتك تاكل بيه يعني عندك ملل من غسل المواعين غيرها خليها هي يعني هذا سبب رئيسي هذا يعني يجيك حاضر شيء تاكل وهم يشيلون وراك يعني شيء ترتاح له تشوفين هيجي؟ والله انا اشوف هيجي. نعم مشاهدينا الكرام مثل ما قالت العوائل العراقيه وهاي عائله عراقيه قالوا انه سبب رئيسي غسل المواعين عندهم غسل المواعين انه يحبون يتخلصون من هاي الشغله التنظيف بالمطبخ فيحبون يطلعون يتعشون برا او يتغدون برا هاي العوائل العراقيه يحبون يتنفسون يقعدون مو بس يتعشون لا هم يغيرون جو هم يطلعون من هذا الروتين مال البيت يوميه طماطه بوتيته باذنجان لو دولمه لا يحبون ياكلون الاكلات
الغربية. أكيد مشاهدين كرام انتهت حلقتي اليوم وياكم وشفتها العوائل، الكان بعض معدهم إيجابي والكان بعض معدهم سلبي، وكانت الآراء مختلفة كثير ويا العوائل العراقية. أنا وياكم بالتقديم خطاب القصاب، وانتظرونا بفقرات أخرى.